اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إلهنا إلهنا خابت الظنون إلا فيك، خابت الظنون إلا فيك، وقل الرجاء إلا منك، وضعف الاعتماد إلا عليك. فاللهم يا ربنا يا بديع السماوات والأرض، يا منان يا فالق الحب والنوى، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، اغفر لنا كل الذنوب والخطايا، واعصمنا من الدنايا، يا حي يا قيوم.
قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك إلهنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء يا من رحمته وسعت كل شيء يا دائم الإحسان يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطعت السبل اللهم فاكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا العطاء والمنة واجمعها على الكتاب والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضاه اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه اللهم هيئ له في كل أموره قولا سديدا وفعلا حميدا ورأيا رشيدا اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وأدم عليه نعمة خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك يا من لا يهزم وعدك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك نسألك نصرك المؤزر نسألك نصرك المؤزر نسألك نصرك المؤزر لإخواننا المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة المعتدين المحتلين اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارحم ضعف إخواننا اللهم ارحم ضعفنا وضعف إخواننا واجبر كسرهم وتول أمرهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام
إلهنا. إننا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك وأنت تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء المتبتلين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم فاللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم إن إخوانا لنا كانوا معنا فيما مضى، والآن واراهم الثرى وسرى بهم البلا، فاللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك وصفت ليلة القدر بأنها مباركة، اللهم فامنحنا من بركاتها وخيراتها ونفحاتها، اللهم اغفر لنا فيها أجمعين، اللهم اغفر لنا فيها أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم اجعلنا ممن فاز بقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر ففاز بعظيم المثوبة والأجر، ومحي عنه كل ذنب ووزن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعدوا علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم ارزقهم العلم والحكمة والصبر والحلم والاحتساب، اللهم ادفع عنهم كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم واجزهم خيرا على ما قدموا للبلاد والعباد، اللهم سلم المعتمرين والزائرين وجميع المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين
اللهم أصلحهم واحفظهم من كيد الكائدين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم فتب علينا، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجب سؤلنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين: ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم يبلغ ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه، فإنه لا ينال إلا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.